بتبتدي القصة بأن بيكون في ولد صغير اسمه لويد، والولد ديت كان بيحاول إنه يمسك أرنب بس ما بيعرفش، بس بيجي أخوه الكبير اللي بيكون اسمه شوما وبيمسك الأرنب ديت، وبيكونوا ماشيين وبيدي شوما كتاب للويد وبيفرح لويد بالكتاب. وبنعرف بقى إن الجزئية ديت كانت من ماضي لويد. أما لويد دلوقتي فين يا جماعة؟ لويد دلوقتي رايح لساحرة الشرق ماريا وبيكون عايز منها حاجة، فبتقول له ساحرة اللي أنت عايزه ديت محتاج تضحية كبيرة، فبيرد عليها وبيقول لها إنه عايز اهتمام منها عشان يقدر يكون من الجنود. فبتساله عن اسم قريته، فبيرد لويد ويقول لها ان اسم قريته هو كونلين، والزعيمه بتاعت القريه ديت اسمها القا، وبيقول لها لويد ان هم ادوا له كريستاله يديها لها، وبيطلع لويد الكريستاله وبيديها للساحره، وبيطلع من الكريستاله ديت زعيمه كونلين اللي اسمها القا، وبنعرف ان الكريستاله ديت عباره عن بوابه انتقال بين كونلين والمدينه اللي فيها الساحره، وبنعرف ان في علاقه بين الساحره والقا. وبعد كده القا بتقول للساحره انها تعتني بلويد، وفعلا بتبتدي الساحره تجهز لويد عشان امتحان القبول. وبتصحى ماري وبتلاقي لويد عامل الفطار، وبتساله انت ليه عايز تبقى جندي؟ فبيرد عليها وبيقول لها انه اضعف واحد في قريته وانه جه عشان يتدرب معاها ويكون بطل نبيل. فبتقول له الساحره اهم حاجه اختبار القتال تجتازه، وبيقول لها انه عنده قوه تحمل كبيره وانه جه هنا في 6 ايام، وبتقول له فعلا، وبتكون ماري مش مصدقه وبتقول له من كونلان لازمي القطار اكيد بياخد وقت اكتر من كده على اساس انه كان راكب قطر يعني. فبيقول لها انه جه جري، وبتنصدم من قوه تحمله وبتساله انت قابلت اي وحوش في الطريق وانت جاي؟ فبيقول لها لا دول كانوا بس مجموعه حشرات. وبنعرف اللي بيتكلم عليه لويد ديت بالنسبه للناس العاديين يعتبر كارثه كبيره، وبينزل لويد المدينه يتمشى فيها ويستكشفها، وبيكون في بنت ماشيه وبيطلع عليها حشره عملاقه وبتهجم عليها، بس بيجي لويد من ضربه واحده وبيقتل الحشره العملاقه ديت وبيحدفها بعيد، وبعد كده بيطمن على البنت ديت وبيقول لها انه مضطر يمشي عشان وراه مهمة، وبتقول له ان اسمها سيلين، وبيعرف نفسه عليها وبيمشي. وبتكون سيلين عندها مشكلة مع وشها ومخبياه، ولما بتقلع القناع بتلاقي ان وشها ما بقاش فيه اي حاجة، وبتكتشف بعد كده ان لويد هو السبب في رجوع وشها لطبيعته، وبيكون لويد قاعد على مقعد عام، وبتيجي واحدة اسمها ريهو وبتقعد جنبه، بس هو ما يعرفش اسمها، واثناء ما هي قاعدة جنبه بتلاحظ منه هالة مرعبة جدا، وبيعرفها لويد على نفسه، بس لما بتيجي تقول له على اسمها بتقاطعها سيلين، وبيكونوا كلهم جايين المكان ده عشان اختبار الانضمام للجنود. وبتروح ريهو لميسروفان وبتقول له ليه ما فحصتش لويد؟ فبيرد عليها ميسروفان وبيقول لها انه مجرد متطوع. وبعد كده بيبدا الاختبار وبتظهر نتائجه في اخر اليوم، وبيبتدي الاختبار الورقي، وبتفضل ريهو وسيلين يدوروا على لويد لانه اتاخر، وبيفضل ميسروفان يدور على اسمه في الكشوفات، وبيتضح ان لويد ما لقاش اسمه في قوائم الناس الناجحه، فبيروح وبيقابله حشره عملاقه في طريقه وبيقتلها. وبيدخل لويد مطعم وبيكون فاضي، وبيلاقي صاحب المطعم هجم عليه وعايز يضربه، وبنعرف انه عمل كده عشان بيحسب لويد حد من الجنود، بس بيتحرك لويد بسرعه وبيطلب لويد من صاحب المطعم انه يشتغل عنده، وبيقول له لويد انه بيعرف يطبخ، فبيقول له صاحب المطعم وريني مهاراتك، وبيبدا لويد شغله في المطعم، وبيقول لصاحب المطعم انه رسب في امتحان الاكاديميه العسكريه، بس بيكون صاحب المطعم مش مصدقه لانه شاف هاله لويد المرعبه، وبتوري سيلين وريهو ورقه الامتحان بتاعت لويد لصاحبه الامتحان، وبتندهش من السحر اللي هو كاتبه وانه قادر انه يستخدم سحر رون القديم، وبيعجب كروم من اللي هو صاحب المطعم بالطعام اللي بيعمله لويد، وبيقول له ده انت احسن من الشيف براك يا جدع. وبيروح لويد لبيته وبيقول لماري ولولي انه رسب في الامتحان، وبينصدموا وبيقول لهم انه هيجرب يمتحن تاني السنه الجايه، وبيطلب لويد من ماري انه يقعد معاها لفتره اطول، وبتقول ماري للولي انها تنقذ المدينه من الحرب اللي هتحصل مع مدينه جيو، بس بترفض وبتقول لها انها تتدخل بس لما يحصل خطر يهدد البشريه كامله، وان استخدام قوه شعبها في حروب بين الدول ده مستحيل. وبتامر لولي ماري انها ترجع لويد للاكاديميه، وبيكره وميسروفان في المطعم اللي بيشتغل فيه لويد، بس مش عارفين ان لويد بيشتغل فيه، وبيلاقوا الاكل طعمه حلو جدا، فبيطلع لويد من المطبخ وبينصدموا ان هو اللي عمله، وبيمشي لويد وبيلاقي ماري دخلت جوه شارع، وبتبقى سيلين في مشكله وهتتخانق مع عسكري في الاكاديميه، وبيهجم عليها العسكري اللي اسمه الان، بس بتلاقي الحزام بتاعها بيصد الضربه، وبيوصل لويد فبيكرر ميسروفان ان لويد يتقاتل مع الان، وبيقول لويد لالان انه ضعيف، فبيطلب الان منه انه يضربه في وشه، فبيقول له لويد انه هيحاول، وبيكون لويد لسه هيضربه بس بتيجي ماري وسط اعصار، وبتاخد لويد وبيختفوا، وبيشوف كروم ماري وبيقول لها انا عارف ان انت كنت السبب في الاعصار ديت، وبيتضح انه كان شغال معاها من زمان وكان الحارس الشخصي ليها، وان ماري كانت الاميره للمدينه زمان، وانها
اختفت عن الناس وتنقرت في شخصية ساحرة، وبتروح ريهو وسيلين لماري وبيخبطوا على الباب، وبيلاقي لويد هو اللي فتح لهم، وبيدخلوا وبيقابلوا ماري وبيكونوا عايزين يعرفوا منها معلومات عن الأميرة المفقودة. وبتبدأ ريهو تشبه على ماري وتحس انها شبه الأميرة المفقودة، وبتوع بالكلام وبتقول ماري انها الأميرة المفقودة، بس بعد كده بتقول لهم انها ما قالتش حاجة وبتغير الموضوع. وبيكونوا عايزين يوصلوا للأميرة المفقودة عشان يقدر لويد انه يدخل الأكاديمية، لأن ديت كانت مهمة عامة اللي هيلاقي الأميرة يقدر يدخل الأكاديمية من تاني. وبتقول ماري للويد كلام سيء جدا، وبيتضايق لويد وبيمشي. وبتطلب ماري من ريهو وسيلين انهم يساعدوها في انها تشيل الناس اللي بتستغل العائلة الملكية عشان يقوموا الحرب، وبتعترف ليهم انها الأميرة المفقودة. وبتفضل تقول ريهو لماري انتوا ليه طردتي لويد مع انه قوي جدا. وبتحكي لهم ماري عن لويد وانه يكون من قرية كونلان، وان قرية كونلان ممنوع عليهم انهم يتدخلوا في شؤون البشر، وبيوافقوا انهم يساعدوها في انها توقف الحرب. وبتكون ماري قاعدة على السطح بتفكر هتعمل ايه، وبتلاقي لولي وراها، وبيتضح ان ماري طردت لويد عشان تبعده عن خطر الحرب. وبتبدأ ريهو وسيلين يدوروا على الراجل اللي بيقول لأهل المدينة انهم يدوروا على الأميرة المفقودة، وبتاخد لولي لويد للمهرجان عشان يلعبوا هناك. وبيطلع عليهم مجموعة حشرات عملاقة، وبيروح كروم للملك وبيقول له انه شاف الأميرة. وبيقول كروم لميس روفان ان في واحد بيروح لقطاع الطرق وبيقول لهم دوروا على الأميرة حية او ميتة من اجل السلام. وبيقول له كروم هو انت الجاني اللي عايز يكون في حرب؟ وبيرد عليه ميس روفان وبيقول له اه، لان الملك مش بيعمل حاجة وانهم المفروض ينتقموا من مدينة جيو. وبتظهر ريهو وسيلين وماري وبيسمعوا كلامه، ولما بيسمع كل كلام ماري وانها بتكون الأميرة بيلف الملك وشه وبيكون متحول، وبيحول ميس روفان لوحش. وبتروح ماري عشان تحارب الملك وتطلع منه الروح الشريرة عشان تنقذه لانه بيكون ابوها، بس مش بتقدر عليه. وبتكون في حشرات كبيرة بتهجم في الحفل، بس لويد بيقتلها بكل سهولة. وبيطلب لويد من الكا انه يروح يساعد ماري، فبتوافق. وبتضح ان ابو ماري بيكون سيد الشياطين، وبتعمل الكا شبكة سحرية على المدينة عشان تقدر تتخلص من الحشرات اللي فيها. وبيوصل لويد وبيطمن على كروم والباقيين، وبيفضل لويد يكلم ميس روفان انه جندي والمفروض يحمي المدينة. وبنعرف ان لويد بيعمل كده عشان يخلي ميس روفان يقدر يتغلب على الروح الشريرة اللي جواه، ولكن مفيش فايدة مع ميس روفان. وبيحاول يهجم على لويد، ولكن لويد بيضربه وبيوقع ميس روفان. وبتدخل ماري وبيكون بيطاردها ملك الشياطين، بس لويد بيعمل قوة سحرية بيموت روح ملك الشياطين وبينقذ ماري. وبيكون واقف لويد وبيلاقي اخوه شوما جه، وكان جاي المدينة عشان يسلم بضايع. وبتسأل الكا ماري هل انت هترجعي تاني تكون الأميرة؟ بس ماري بتقول لها انها خدت على العيشة هنا وانها مش حابة انها ترجع القلعة. وبيلبس لويد الزي العسكري الخاص بالأكاديمية، وبيجوا سيلين وريهو وبيعدوا على لويد وهم لابسين برضك زي الأكاديمية. وبيجي ايلان وبيطلب من لويد انه يدربه، وبيروح لويد وكل اصحابه للأكاديمية. وبيروح لويد وماري وكروم لمكان بيكون فيه سيف مقدس وما بيقدرش اي حد يشيله، بس لويد بيشيله بكل سهولة. وبيكون لويد في المدرسة، وبتدخل المعلمة بتاعتهم وبتقول لهم انها هيكون في مباراة، والمباراة ديت هتكون بينهم وبين أكاديمية روجوكو للسحر، وانها هتختار مرشحين. وبتبتدي الاول تفهمهم يعني ايه سحر، وهو انه في 3 انواع. النوع الاول واللي هو الترتيل، واللي بيكون عبارة عن تلفظ الكلمات، والنوع الثاني واللي هو التعاويذ، واللي عبارة عن نقش الصور والكلمات، والنوع الثالث اسمه القنوات، وبتستخدم فيه الاحجار السحرية والعصيان. وبيجي وقت التدريب، وبتكون سيلين وريهو ضربتهم مش قوية، بس بتكون ضربة لويد قوية ولكن بيخطئ الهدف. وبيجي ماري بنتين وبيقولوا لها انهم زباين، وبتقول لها البنت ان اسمها مينا واختها اسمها فيلو. وبيسألوا عن مكان ريهو، فبيدخل لويد وبيقول لهم انها معاه في الأكاديمية، بس بتطردهم ماري وبتخرجهم بره بيتها عشان بيتصرفوا بغرابة. وبتيجي واحدة اسمها رول، وبتكون مديرة أكاديمية روجوكو، وبتطلب من ريهو انها ترجع لموطنها، بس بتتعصب عليها ريهو فبتمشي رول. وبتكون ريهو زعلانة طول الوقت، فبيقرر لويد انه يعرف منها ايه اللي حصل في الماضي، وبياخدها في مطعم عشان تحكي له. فبتقول له انها كبرت في دار ايتام وانها قابلت رول وعلمتها رول معظم طرق السحر، بس ما بتقدرش ريهو انها تتعلمها كلها لانها فقد ايديها الشمال. ورول جابت لها الزراعة الاصطناعية عشان تقدر تستخدم السحر وتاخد السيف المقدس، بس بتهرب ريهو من دار الايتام. فبيمسك لويد ايد ريهو وبيقول لها انه مش هيخونها او هيخذلها ابدا. وبيجي وقت المباراة بتاعت الاكاديمية، وبتدخل واحدة اسمها ميكونا، وبتكون رئيس الطلاب العام الثاني، وبتقول لهم وسعوا انا اللي هدخل المبارزة. وبتبدأ المبارزة بينها وبين فيلو، بس فيلو بتكسبها.
وبتروح ميكونا لماري عشان تعالجها، وبيجي موعد المباراة وبيكون اللي هيكسب هياخد السيف المقدس وفلوس، وبيكون الفريق مكون من لويد وسيلين وريهو، والفريق اللي ضدهم مكون من فيلو ورول ومينا، وبتبتدي سيلين ضد فيلو وبتفضل فيلو تهاجم سيلين بس حزامها بيحميها، وبتهاجم سيلين فيلو بحزامها لان من قانون المباراة انهم ما يستخدموش اي حاجة غير السحر والاحجار الكريمة. وبيجي دور لويد ضد مينا، وبتعمل مينا كرة مية في وش لويد بحيث انه يتخانق من قلة الهواء، بس لويد بيقعد اكتر من 20 دقيقة، ما تقوليش ازاي الموضوع بالنسبة لي عادي يعني. فبتهجم عليه تاني بس لويد مش بيسكت، وبيستعمل قوته السحرية وبيهزم مينا. وبيجي دور ريهو ضد رول، وبيهجموا على بعض هجوم شديد، وبتخلع رول درع ريهو فبتضربها ريهو بايديها التانية وبتكسب، وبتقول رول الفيلو انها تروح عند ماري وهتاخد منها الحاجة اللي هي بتحميها، مؤامرة يعني عشان يبدلوا السيف المقدس اللي مع لويد بالحاجة دي. وبتروح فيلو بيت ماري وبتاخد الكرة البلورية وبتفتكر انها هي ديت الحاجة اللي بتحميها ماري، وبتسيب فيلو جواب. وبيجي لويد وبيقرا الجواب ديت، وبتكون ماري في الحمام وبيفهم غلط من الجواب اللي كاتباه فيلو ان ماري اتخطفت، والمفروض عشان ياخد ماري يقابلها عند المنارة ويديها السيف المقدس. وبيروح لويد وألان عشان يقابلوا فيلو، وبتهجم عليه وبيدي لويد السيف المقدس لألان عشان يعرف يتقاتل مع فيلو براحته، وبيلعب لويد مع فيلو لعبة ريست، وبيهجم واحد على ألان وبيبقى عايز ياخد منه السيف المقدس، بس بتيجي مينا وبتنقذ ألان، وبيهزم لويد فيلو وبيقول لها فين ماري، وبتقول له ان ماري في البيت. وبيجي موعد الاجازة بتاع الاكاديمية، وبيروح لويد البيت وبيقول لماري وألكا انه هيشتغل في الاجازة، وبيروح فعلا عشان يشتغل، وبيكون كروم متوسط له في الشغلانة، وبيكون شغال في فندق وصاحب الفندق اسمه كوبا، وانه زمان كان قائد الحرس الملكي، وبيقول له انه في الفترة الاخيرة بدأ يحصل حالات اغماء بدون سبب. وبتكون المشرفة على لويد بنتي اسمها كيكيو، وبتدي له المكنسة عشان ينظف، بس بيخلص لويد في وقت رهيب جدا، استغربت من السرعة لدرجة انها كانت بتحسبه عفريت. وبعد ما كوبا بيشوف كده بيعينه رسمي في الفندق، وبيدي له الزي الرسمي للفندق، وبيقول له ان في عميل مهم جاي بكرة وعايزك انت اللي تستقبله. وبيوصل العميل وبيكون اسمه سيرينون، وبيكون الشخص ده صعب التعامل معاه، وبيسأل لويد ايه رأيك في الاشجار، وبيبتدي لويد يدي له معلومات عن الاشجار ديت، وبيندهش سيرينون من معلومات لويد وبيحب لويد، وبيقول له انه عنده ابن في نفس سنه. وبيكون سيرينون جاي الفندق عشان يعرف سبب حالات الاغماء ديت، وان في نبتة سامة سرقت من المختبر، وان في اشاعات بتقول انها جت الفندق ديت. وبيكون سيرينون شاكك في كوبا، وبتقول له كيكيو انه ممكن يكون لويد عشان هي شافت سرعته، وبيديها برطمان في مادة تحطها له في الاكل بتاعه، وبتروح تدي كيكيو للويد شاي وبتكون حاطه في المادة ديت، وبيشرب كوبا كوبايه الشاي مكانه بالغلط، وبيقول لكيكيو ان الشاي فيه حاجة غريبة، وبيكتشف امرها وبيعرف كوبا ان من ساعة ما وظف كيكيو والحالات الاغماء زادت، وسيرينون بيكون السبب معاها. وبتروح ريهو الفندق وبتسكن في غرفة، وبتلاقي لويد شغال هناك، وبتكون سيلين مع ابوها وبيروحوا فندق، وبيتضح انه ناوي يجوزها الالان، وبيكونوا قاعدين على ترابيزة الاكل، وبيدخل لويد عشان يديهم الاكل، وبتنصدم سيلين وبتاخده وبتمشي، وبيتضح ان الان فقد الوعي وهو في حمام السباحة. وبيقرر لويد وريهو وسيلين يعرفوا السبب وراء العمليات بتاعت الاغماء ديت، وبيفضل كوبا يراقب سيرينون، وبيكون واقف لويد وسيلين وريهو وبيشوف لويد اخوه شو ما جاي، وبيقول له انه لازم يمشي عشان يسلم الطلبية اللي معاه. وبيكون لويد مع سيلين على مركب في البحر، وبتفضل كيكيو ترابه من بعيد بس بيشوفها لويد، وبتقول له انها جايه تعمل تدليك، بس بتيجي سيلين وبتهجم على كيكيو، بس بتهرب كيكيو، وبتكون كيكيو في الغابه. وبيجي سكرتير سيرينون، وبيتضح ان النبته اللي كانت هي بتدور عليها مزروعه فيه، بس بيجي لويد وبيكون فاكر ان السكرتير لابس زي، فبيحول السكرتير الشجر وبيخليهم يهجموا على لويد، بس بيهزمهم لويد كلهم. وبيروح السكرتير للفندق وبيهجم على سيرينون وكوبا وابو سيلين، وبيتضح انه كان السبب في حالات الاغماء اللي بتحصل، بس بتيجي ماري وفيلو وريهو وسيلين ومينا وبيهجم عليه، وبتقع حيطة على ابو سيلين، وبتحاول انها ترفع الحيطة ديت وتنقذ ابوها، وبتبقى الحيطة تقع عليها هي كمان، بس بيجي لويد وبيرفع الحيطة ديت بايد واحدة وبينقذها وبينقذ ابوها بكل سهولة. وبيهجم على السكرتير وبيدمر النبتة اللي خلت السكرتير يتحول، وبيجي ابو سيلين وبيودحها عشان يمشي، وبيقول لي لويد يخلي باله من سيلين، وبتقوم سيلين تحضن لويد، وابوها عادي يعني زي الفل، راجل اوبن مايند.
وبتروح ميكونو لراجل شبه القسيس وبيكون شغال مع شوما، وبيطلب الراجل ده من ميكونو انها تقتل شخص معين، وبتوافق وبيديها حاجة تاخدها وتحولها لوحش، وبيقول له اللي ماري ان عليهم مهمة، والمهمة ان جاي لهم من القلعة انهم يقتلوا تعبان كبير، وبتاخد الكل ماري عشان يروحوا للافاعي، وبتقابل ماري ميكونا وهي متحولة، وبتقول لها ماري انت بتعملي ايه هنا؟ وبترد ميكونا وبتقول لها انها مستنية حد عشان تنتقم منه، وبتقول لها ماري مين الشخص ده؟ وبترد ميكونا انه شخص سرق حبها، وبتقول لها اسمه لويد، وبيتضح ان لا مؤاخذه ميكونا بتحب ماري، وبتمسك ميكونا ماري بس بيجي لويد، وبيجوا اصحاب لويد عشان ينقذوه، فبتهجم عليهم ميكونا، بس بينقذهم لويد وبياخد الضربه مكانهم، بس بيقوم تاني وبيحارب ميكونا، وبيهزمها لويد في الاخر، وبيطلع التعبان وبيكلم لويد، وبيتضح انه شغال لصالح الكا، وانه بيحمي الاختام الرئيسيه وبيحافظ على قوه الكا، وبيدخل القسيس وبيكون اسمه سو، وبيشوف لويد على هيئه شيطان، وبتدخل الكا وبينط سو على التعبان عشان ياخد منه ختم كونلان، وبيموت التعبان، وبتهجم الكا على سو، لكن بيتضح ان قوتها ما راحتش وبتكون لسه محفوظه في الحزام بتاع سيلين، وبيهرب سو، وبيقرر الكا انها تاخد سيلين لقريه كونلان، وبيجي للملك طلب ان يكون في مباراه وديه ضد شخص من المدينه اللي جنبهم، وبيكون اللي هيواجهه الان، وبتاخد الكا لويد واصحابه ماري لقريه لويد عشان يصلحوا حزام سيلين السحري، وبيوصلوا للقريه وبيندهشوا من قوة الناس اللي في القرية، وفعلا الناس في المدينة دي كلها قوتهم غير طبيعية، وبيكون في تنانين وبتحاول ريهو انها تحارب التنانين، ولكن بتشوف عيل صغير هو اللي خلى التنانين تجري منه، وبتروح الكا وماري ولويد واصحابه لسجن اسمه لاست دانجون عشان يصلحوا حزام سيلين السحري، وبيتضح انه سجن للشياطين، وبيتضح برضو ان مفتاح السجن ديت هو السيف المقدس، وبتشوف ريهو ضحكة شريرة على وش يوج، وبتدي سيلين الحزام ليوج عشان تصلحه. وبعد ما يوج بتتعامل مع الحزام بتضعف القى لان قوتها بتكون مرتبطه بالحزام، وبيرجعوا عشان يشاهدوا المباراه الوديه اللي الان هيلعبها، وبتكون القى ماشيه مع يوج وبتعمل يوج ليها فخ، وبتكون خطه يوج انها تاخد السيف المقدس وتفتح بيه السجن وتطلق سراح كل الشياطين، وبيبقوا اعوانها هم سو وشوما اللي بيكون اخو لويد، وبتمشي يوج وبتقابل لويد وبتساله فين القى، وبيقول لها انه هيدور عليها، وبترجع يوج واصحابها لويد وميسروفان لبلدتهم تاني، وبتعرض يوج على ريهو انها تصلح ايديها، وبتروح ريهو للمباراه وبتلاقي الملك واقف معاه سو وشوما، وبتقول ريهو للملك ان احتمال مدينه ازمي تكون في خطر، وبتقول له حاول تلغي المباراه الوديه ديت، وبيلاقي لويد الكا وبينقذها، وبيدور لويد والكا على بوابه خروج من القريه عشان يوج قفلت البوابه، فبتبعت الكا لويد عشان هو اللي ينقذ الموقف، وبتبدا المباراه الوديه، وبيتضح ان الان ضد ميكونا، وبتهجم ميكونا على الان، وبيعرض سو على الملك انهم يتحالفوا مع بعض ويسيطروا على العالم، فبيرفض الملك عرضه، وبتيجي يوج وبتدخل بس بتوقفها ريهو والباقيين، فبتجيب يوج جراد عشان يهجم على شعب المدينه اللي حاضر المباراه ديت، بس بيحارب الشعب الجراد وبيقتله، وبيجي ميسروفان وبيهجم على شوما بس بيضربوا شوما، وبيتضح ان سو زمان كان بطل وبيكون عايز يقتل الكا عشان لويد يقتله، لان سو عايز يموت ويخلي لويد هو البطل، وبيوصل لويد وبيحدف لويد يوج بتوبه، وبتطلع يوج وحش، وبتدخل ميكونا جواه وبيحارب لويد الوحش، وبتخرج ميكونا من الوحش وبيقتل لويد الوحش في الاخير وبيبقى البطل.